مرات بكون في عندي اوبجكت معين بدي انا اقيس مثلا قديش طول هذا الاوبجكت او قديش مساحته بدون ما اروح على استخدم الدايمنشن تول. بهاي الحاله خلينا نروح على الاوبن هاند، نروح على الميجرنج تولز، لانه هون بدنا نستخدم الميجرنج تولز مشان نحسب حساباتنا. طبعا في عندي هون انا سومينج بول، هذا اللي هون الداخلي، هاي السومينج بول نفسها البين هذول التو لاينز، هذول الكوبينج اريا. بعدين من اللاين هون لهذا اللاين من هون بتيجي عندي الديكينج اريا، هذا عندي اللي هو الدايفنج بورد، وهنا عندي الستبس. قبل كل شيء بدنا نوحد اليونتس مع بعض، فعشان هيك بتكتب هون يونتس زي هيك، تضغط انتر بتلاقي هون بيطلع لك عندك اللي هو اليونتس الدرونكس يونتس. فهون تأكد من اليونتس التايب انه يكون عندك اركيتك، البريسيجن هو هذا الواحد على 16 انش، الديسيمال ديجري البريسيجن تبعتنا هون بدنا اياها صفرين، والانسيرشن يونت تكون عندي انش. بعدين تضغط اوكي. طبعا هاي الرسمه الدروينجز اللي هو الميجرنج تولز بتلاقي الفيديو تبع الاكسرسايز فايل تحت فيديو اليوتيوب، بتلاقي في عندك لينك موجود عليه الاكسرسايز فايل، بتضغط هذا اللينك تعمل داونلود للاكسرسايز فايل وبتتابع هاي الدروينجز معي. هسه هون بدنا نستخدم الميجرنج تولز مشان نقيس مثلا قديش طول المسبح هذا من عند هون لعند هون. فبنروح هون على اليوتيليتيز. هسه اليوتيليتيز هاي اذا ما كانت موجوده تعمل زي هيك رايت كليك، بطلع لك هون عندك شو تابس وشو بانلز. التابس اللي هم هذول تعمل اون اوف لاي تاب بدك اياه من هون. البانلز هاي اللي هي البانلز اللي هي الدرو والموديفاي والانوتيشن، بتشوف هون بتروح هون تتاكد ان اليوتيليتي هاي تيرن اون، فبتطلع عندك اللي هي البانل تبعت اليوتيليتي. اذا من عند اليوتيليتي بانل بتلاقي هون في عندك شيء اسمه ميجر، بتضغط على فلاي اوت ارو زي هيك، بتختار الديستانس. طبعا بتتاكد انه الاو سناب هاي تكون فعاله، وبتروح لهون بتلاقي هون عندك اللي هو الكوارتر هاف بوينت كوادرانت بوينت موجود عندي، بضغط عليها بروح زي هيك خط مستقيم، وهنا على التقاطع زي هيك خليني خط شيفت مشان اتاكد انها جاي مستقيمه بالضبط مشان افعل الاو سناب. وزي هيك هاي هذا طول المسبح اللي هو بطلع تقريبا حوالي 34 فيت. نضغط اسكيب. هسه انا بدي احسب قديش الاريا للمسبح هام. اذا بتلاحظوا زي هيك لو انا عملت عليهم هايلايت زي هيك كلياته، بتلاحظوا هذول كلياتهم عباره عن كلوزد بولي لاين. فلما يكون عندي كلوزد بولي لاين بسهل علي حسابات الاريا هاي، فهذا الفائده لما تكون عندك كلوزد بولي لاين فبسهوله بتقدر تحسب الاريا. هلا خلينا نروح هون كمان مره على اليوتيليتيز، نضغط على فلاي اوت ارو، بننزل هون تحت وبنختار الاريا هاي. فبنشوف هون عندي هذا المسبح زي هيك، فبروح بختار هون طلع لي هون بانش اوف تولز تحت اللي هو اوبجكت اد اريا سبستراكت واكزيت. انا بدي اختار او من اوبجكت لانه بختار هذا الاوبجكت، بضغط او اللي هو الاوبجكت، بعدين بختار هذا المسبح زي هيك، تطلع الاريا هاي زي هيك، طلع عملنا لها هايلايت بالاخضر وطلع قديش الاريا هون عندي، طلع تقريبا حوالي اقل من 400 سكوير فيت من هون، اقل من 400 سكوير فيت. فبنضغط اسكيب وبنطلع من الكوماند. هسه انا بدي احسب قديش مساحه الديكينج هاي لحالها بين هذا اللي هون بين هون، شو هاي المساحه اللي بيناتهم الديكينج. بهاي الحاله بدي اخذ هاي مساحه هذا الاوبجكت كلياته واطرحه من مساحه هذا الاوبجكت مشان يطلع عندي مساحه الديكينج. فكمان مره بروح هون على الميجر تول بختار الاريا، هون تحت بدي اختار كلمه اد اريا، هاي حرف الاي من اد كمان مره، بعدين او من اوبجكت لانه دائما سيلكت الاوبجكت، وبعمل سيلكت الاوبجكت هاب، هاي اطلع لي مساحه الاريا هاي. هسه بدي اطرح انا منها، فبضغط كمان مره انتر، بعدين بضغط حرف الاس من سبتراكت، هاي حرف الاس، بعدين او من اوبجكت، بعدين باجي بختار هذا اللاين زي هيك، فطلع عندي قديش المساحه بالسكوير فيت اللي هي 624 سكوير فيت. وهون واضحه جدا انه المساحه اللي هي الاخضر هذا هو المساحه، وهي السبستراكتد اريا جايه باللون البني. خلينا نطلع من الكوماند هاي. هسه بدي انا احسب قديش زاويه ميلان هذول الدرجات بالنسبه لهذا الفيرتيكال. بهاي الحاله انا في عندي لازم يكون عندي تو لاين مشان انا اقدر احسب قديش الانجل الزاويه تبعت ميلان الدرجات هذول. واحده من الانجلز بناخذها من هون من الضلع حاط تبع الدايفنج بورد، هذا الضلع الجاي فيرتيكال. هسه هون انا بدي اعمل ضلع زياده، فخلينا اروح هون على اللاين، بروح هون بختار اللي هو سنتر هذول الدرجات، هاي سنتر تبعهم، بنزل هيك على الدائره، هاي سويت هيك الضلع، هذا صار عندي جاهز.
بروح هنا على المجر، بدور هنا على الانجل، بختار اللي هو هذا الاوبجكت وبختار هذا الاوبجكت. هاي هيك طلعت معي الانجل اللي هي 35.92 ديجري من الفيرتيكال، الانجل من الفيرتيكال زي هيك اللي هي زاوية ميلان هذول الستيبس او الدرجات.